بدون هجموا على المنطقة الصنطينة في وضح النهار. عندنا حدث مماثل بمنطقة ولاية غليزان بالمناسبة، أهلها يحيونكم غليزان التاريخية. كانت هي منطقة رابعة الولاية خمسة التاريخية. قلت وقع حدث في 6 فبراير 1957. هذا الحدث جاء كنتيجة ليتوج إضراب 7 أيام الذي دعت إليه جبهة تحرير الوطن. هجوم كذلك طبقه مجاهدون بمنطقة عمي موسى في وضح النهار يوم الأربعاء الساعة 10 6 فبراير. هجموا على عمي موسى، هجموا على الإحلاف، هجموا على وادينة ودرهيم وعلى المرجى. مجاهدون باللباس العسكري دخلوا ودرهيم في وضح النهار. هجموا على تكنات عسكرية. لا لا، في التكنات العسكرية وكل ما يرمز إلى المستوطنين. مجموعة من شباب من عمي موسى هذو كذلك هجموا على عدة مرافق فرنسية في داخل عمي موسى. وحدث ما حدث وأشرت إليه وسائل الإعلام الفرنسية لكودورا أنذاك يوم الخميس. والله رسالتك وصلت ونحن أنت أمانة أنه رسالة نخليها كما هي وكما ذكرتها. وجميل هذا الذي تقول كلمة أخيرة يحكي لك على تاريخ وطن، هذا أيضا شيء يحسب لك أستاذ الحسن. يعني قلت أنا في بعيد أن أكتب لمن يمشي على بطنه، معنى الجيل المستقبل، هذا اللي راه الطفل اللي راه يزحف على بطنه. نعم. واللي يمشي على روعه و... هذول المستقبل ان شاء الله هم اللي يكتبوا لهم التاريخ. وتاريخ وذاكرة الأمة أيضا، أمة لا تاريخ لها لا ذاكرة لها وهويتها، والحمد لله لدينا أجمل تاريخ إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ الحسن. ربي يجزيك خير. كان ضيفي أستاذ جميل أستاذ الحسن محمد، واستمعت إلى كل ما قال وتأكدت أننا لم نجامله في شيء. رجل مكافح، رجل الحقيقة ساعدنا بأنه اكتشفنا بقدر ما ساعدنا أيضا لاكتشافه. وسأختم من حيث بدأ، ما رأيكم في رجل يقول ما قيمة لتضحياتنا نحن مقابل من ضحى بشبابه وبعمره من أجل وطن. رجل تقول له قل كلمة أخيرة فلا يهدي تحيته لأي شخص، بل يكلمك على أمانة حمل التاريخ من أجل أن يعرف بتاريخ منطقته وبالتالي بتاريخ وطن. ألا نستطيع نحن أن ننظم أوقاتنا من أجل تحقيق أحلامنا كما فعل هو الذي ظل 4 سنوات يجري أجل الحصول على شهادة ليسونس؟ أنا متأكد أنكم تستطيعون أيضا. قولوا يا رب نلتقي على فرح.